السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام، وحلقة جديدة بعد المنتصف، معي أنا أحمد الطيب عبر قناة الرشيد الفضائية. ضيف هذه الحلقة سادتي مميز جدا، وهو الدكتور نوري صباح الدليمي، وزير التخطيط السابق، ضيفا عزيزا على قناة الرشيد. حياك الله دكتور، نورتنا في هذا الحوار عبر الرشيد. أهلا وسهلا، أحييك وأحيي مشاهدين قناتكم الكريمة والشعب العراقي جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، نورتنا، ورمضان مبارك يعود إن شاء الله عليك وعلى الأهل الطيبين وعلى كل العراقيين بالخير والبركة. آمين يا رب. دكتور، أبدو وياك من قضية الوزارات. المعلومة اللي عندي، مفترض أن يكون الدكتور نوري هو وزير التربية الأسبق، لكن هذا ما حصل. شنو قصة وزارة التربية ورفضك لهذا المنصب الأسبق؟ تفضل. في البداية أنا كنت ماخذ قرار على أنه ما أستلم أي منصب تنفيذي بدرجة وزير أو غيره بسبب الظروف والوضع بصورة عامة، لأنه من يتقبل أي منصب في الدولة العراقية عليه أن يتحمل مسؤولية هذا القرار، لأن التحدي كبير. فكان هناك في فترة السيد العبادي إصلاحات، وفي منتصف فترة أظن بدأ بعملية إصلاحات وتغيير للوزراء، فكان اسمي مطروح وزيرا للتربية بدل الوزير السابق الدكتور محمد إقبال، ولكني رفضت أن أتسلم هذا المنصب. وأيضا في وقتها لم تتم عملية الاستبدال، واستمر الدكتور محمد إقبال في منصب وزيرا للتربية. الظروف في العراق عموما هي ظروف صعبة لمن يريد أن يعمل بصدق وبجد، لذلك أن تقبل منصب في العراق عليك أن تتحمل المسؤولية كاملة لهذا القرار. دكتور، وانت تحملت منصب وزارة التخطيط لكونك وزير سابق في حكومة السيد عادل عبد المهدي، خلاص صار اللي صار، وزارة التخطيط. السؤال الأبرز، ترشيح أو مجيء الدكتور نوري لوزارة التخطيط جاء بسفينة ترشيح الحزب الإسلامي أم سفينة السيد الحلبوسي أم بسفينة الدكتور جمال الكربولي؟ أيضا كان القرار أني لا أتسلم أي منصب، ولم أكن جاهز لهذا الأمر كمقدم نفسي أو شيء، ولكن بعد أن تم عرض أكثر من اسم وتم رفضها أو لم تتاح لهم الفرصة، رشحني الحزب الإسلامي ودعم ترشيحي السيد الحلبوسي رئيس البرلمان، وكان هناك مقبولية من كافة الكتل السنية، لذلك جاء هذا المنصب بترشيح الحزب الإسلامي وبدعم بقية الكتل السنية. أكو فد معلومة بالتواصل الاجتماعي، مرشح وزارة التخطيط هو الدكتور جمال الكربولي على اعتبار هو خال الدكتور نوري، وضح لنا هاي المعلومة دكتور. الجمال الكربولي من قبيلة الكرابلة، والدكتور نوري الدليمي أيضا كربولي، ولكن لا توجد قرابة مباشرة بيني وبينه، لكنه هو من أبناء عشيرة الكرابلة، واليوم عشيرة الكرابلة عشيرة كبيرة جدا، يعني تعدادها فقط في القائم لا يقل عن 50,000، فهي عشيرة كبيرة، لكن أن توجد قرابة مباشرة فلا يوجد بيني وبين الدكتور جمال الكربولي قرابة مباشرة. طيب، حصل بوجودك وكلفت بمهمة وزارة التخطيط بالإجماع السني في أغلبه بالإجماع. أرد أسألك على فت قضية دكتور، يعني أيضا إذا عندك معلومة، الدكتور إياد السمارة رشح ضمن الأسماء المرشحة في قضية وزارة التخطيط، لماذا رفض الدكتور ولماذا فسح المجال للدكتور نوري الدليمي؟ في عملية التصويت في المرة الأولى للوزراء تم التصويت على يعني أظن بوقت 12 أو 13 وزير فقط. 13، نعم حسنت. ولم يصوت على بقية الوزراء، لذلك فعندما لم يتم التصويت عليهم فكر الحزب الإسلامي بتغيير الترشيح، وفعلا تم رفع مجموعة أسماء 3 أو 4، ووقع الاختيار على الدكتور نوري الدليمي. طيب، احنا برنامجنا ناخذ راحتنا شوي، نبتعد عن القاب، نقول لك ابو عمر نورتنا طبعا مره اخرى. الله يحفظك. الله يحفظك دكتور. شنو وصفك لحكومه عادل عبد المهدي؟ ضعيفه، خانعه، تابعه، رصينه، بماذا تصف حكومه عادل عبد المهدي؟ يمكن الشعب العراقي أكثر يستطيع أن يقيم، ولكوني وزير من حكومة عادل عبد المهدي من الصعب جدا أن أتكلم عن الوزارة
لأنه راح يقولون أكيد واحد يمدح وزارته، لكنه من أهم ميزة وزارة الدكتور عادل عبد المهدي أن روح الفريق كانت تسود بين جميع الوزراء، لذلك لم نكن نحتاج إلى وقت طويل، لم نكن نحتاج إلى حوارات وتناقضات وتقاطعات، بل كان الجميع يعمل بروح الفريق. واستطاع دولة الرئيس الدكتور عادل عبد المهدي أن يوجد انسجام كبير بين الفريق الوزاري، وهذا مهم جدا حقيقة. الدكتور عادل عبد المهدي كان قائد بمعنى الكلمة، واستطاع أن يوجد تفاهم عالي بين الوزراء، وبدأت الحكومة تعمل، ولكنها لم تأخذ إلا سنة واحدة ولم يظهر النتائج سواء كانت جيدة أو غير جيدة. الشارع قب على حكومة عادل عبد المهدي ولا قب على تراكمات سابقة سبقت عادل عبد المهدي بصراحة؟ يعني صعب جدا أن نتكلم أن حكومة في سنة واحدة أو أقل، سنة تقريبا، نعم تقريبا سنة، هي التي تتحمل مشاكل 17 سنة. احنا من بعد 2003 مشاكل بمشاكل، بل فتزداد هذه المشاكل، أعباء كبيرة، خدمات، نقص في الخدمات كبير، مشاكل أمنية كبيرة، المواطنين بحاجة إلى خدمات، بحاجة إلى فرص عمل، بكل شيء يحتاجه. لم تستطع الحكومات ما بعد 2003 أن تقدم شيء بما يستحق المواطن العراقي، وخصوصا بحجم الموازنات الكبيرة اللي صرفت. لذلك خروج الشباب، خروج الشعب العراقي، يعني عملية تراكم، عملية فشل بفشل، والفشل حقيقة لا نستطيع أن نلقي على جهة ما تتحمل المنظومة السياسية بالكامل. دكتور، في قضية احنا نعرف كعراقيين أي وزير يجي يغير، أي وزير يجي عفوا لهذه المصطلحات بنظر الموظفين يبقى يشمخر حقيقة، يعني شايف نفسه. اليوم يعني أصدائنا في وزارة التخطيط اللي سمعناه ذكروا كالتالي: ما أن استلم المهمة الدكتور نوري قعد مع كافة المدراء، كل من على حدة، استمع لآرائهم، استمع لخططهم. شنو سر قبول الموظفين وقبول المدراء العامين في فترة تكليفك لهذه المهمة؟ في البداية أريد أقول أن وزارة التخطيط في الحقيقة هي وزارة متميزة بالنسبة لبقية الوزارات العراقية. الكوادر التي في وزارة التخطيط هي كوادر مهنية تمتاز بكفاءة عالية، بل أن هناك الكثير من الكوادر من الثمانينات والتسعينات هي موجودة في وزارة التخطيط. إذن بالنتيجة أنت أمام كادر في القياسات يعتبر هذا الكادر متمكن ومتميز. أنا كنت أقول أن وزارة التخطيط هي مو فقط عقل الدولة العراقية، بل هي ذاكرة الدولة العراقية. يعني اليوم في وزارة التخطيط تجد أن الكثير منهم يعرف كثير من الأحداث حتى قبل 2003. بالنتيجة هو يحمل المعلومة ويحمل المهنية ويحمل الذاكرة. فاللي يجي على هيك وزارة يجب أن يعرف حجم هذه الوزارة، وتعرف من ترشح وزير يتبرع الكثير من أجل أن يجي يتكلم لك عن عن الموظفين سلبا أو إيجابا. لكني رفضت أن أدخل إلى الوزارة وفي ذهني أي تصور سلبي أو تشكيك تجاه الكوادر. لذلك لم أقبل أن أسمع من أي شخص عن أي موظف داخل الوزارة، لأن هذا سيؤثر سلبا على نظرتك وتصورك تجاه الموظفين، وتدخل بصورة سلبية سيئة فينعكس على الإدارة. فعندما دخلت إلى الوزارة جلست مع الوكلاء والمدراء العامين كلهم في الوزارة، أقل شيء نصف ساعة أجلس مع كل واحد من هذه القيادات في وزارة التخطيط، أسئلة أربعة أسئلة. السؤال الأول: شنو دائرتك وما هي المهمة اللي تقوم بها، وماذا تتمنى أن تكون عليها الوزارة، وما هي الخطة اللي تريدها أو تحتاجها أو الدعم اللي تحتاجه حتى تحقق هذا الهدف، والسؤال الأخير أقول له: ما هي أولوياتك الثلاثة؟ ثلاثة وليست أربعة لو كنت أنت الوزير. فبالنتيجة بعد أن جلست لمدة شهر مع الكوادر المتقدمة في وزارة التخطيط
وبهذه التصور صار عندي تصور طيب. واضح جدا وكبير عن وزارة التخطيط وعن أهدافها، لذلك استطعت أن أجمع وأحدد المشاكل من خلال طيب. هذه الجلسات وهذه اللقاءات. فكانت الأولويات الثلاثة اللي أعطاها أغلب الموظفين هي نفس التصور اللي أني كنت أحب أن أتقدم فيه وأحاول أن أحقق. طيب أبو عمر، فعلا إحنا عندنا وزارة تخطيط بعد 2003، يعني الناس البسطاء بالشارع يقول لك إحنا فعلا لو عندنا وزارة تخطيط فعالة ومنتجة ما كانت هذه الفوضى في المشاريع، في الخطط الاستباقية، في الخطط الاستثمارية، في قضية الإعمار، في قضية الإسكان. هل فعلا لدينا وزارة تخطيط رصينة بكوادرها على أقل تقدير في فترة تكليفك في هذه الوزارة؟ نعم، موجودة وزارة التخطيط، ومثل ما ذكرت لك أن وزارة التخطيط ميزتها أنها تختلف عن بقية الوزارات. بأي شيء تختلف؟ تختلف أنها أن التعيين أو الكوادر المتقدمة في وزارة التخطيط ليست كبقية الوزارات، التعيين تم على الخلفية الحزبية أو على الولاء أو غيره. أغلب المدراء العامين في وزارة التخطيط هم ضمن التسلسل الوظيفي، حتى أن الوكيل الإداري والوكيل الفني جايين بتسلسل وظيفي، فهم متخصصين. هذا أولا. ثانيا، وزارة التخطيط تؤدي الخطط. لدينا خطة 2018-2022، خطة خمسية، لدينا خطة التنمية المستدامة إلى 2030، هناك خطط كثيرة تعد، ولكن الديمقراطية المنفلتة معيقة للتنمية. الديمقراطية المنفلتة معيقة للتنمية. شو الديمقراطية المنفلتة؟ يعني اليوم احنا هذه الديمقراطية ليست كديمقراطيات الدول المتقدمة، يعني هناك فوضى عارمة، فوضى في الإجراءات. يعني اليوم احنا نجي نضع خطة ونضع المشاريع، كلما اقتربت الانتخابات تبدأ المشاريع تتحرك من هنا إلى هنا، المشروع يتحرك من مكان ما في عضو مجلس ولا في عضو برلمان إلى مكان فيه عضو مجلس أو عضو برلمان. بالنتيجة اقتراب الانتخابات تبدأ القرارات أغلبها انتخابية ومجاملة، فبالنتيجة هذه القرارات الانتخابية المجاملة ستضر في الخطة الخمسية وتضر في البناء التراكمي اللي يقوم على الحاجة الحقيقية. الخطة يجب أن توضع وفق الحاجة، ولكن مع اقتراب الانتخابات ستكون بعض الضغوطات من بعض من البعض، وأكرر أقول البعض، لأنه عنده جمهور وعنده حاجات. وعادة عضو المجلس أو عضو البرلمان يعني هو ينظر لمنطقته، لكن وزارة التخطيط تنظر للمشهد بالكامل. فعندما نضع الخطط واللي هي تكون مرفوعة بالأساس من المحافظات والوزارات، نحاول مع أهداف التنمية اللي راسميها احنا نوزع هذه المشاريع. طيب. تتأثر عندما تقترب الانتخابات. أصعب نقطة واجهتها بحيث ما قدرت تحلها مطلقا في وزارة التخطيط بعد تكليفك في هذه المهمة دكتور؟ أنا وجدت شيء معيق للدولة العراقية وهي القوانين. كثير من القوانين بحاجة إلى إعادة نظر. يعني نجد اليوم احنا ناخذ نأتي إلى مشكلة ما مثلا مشكلة مجاري الخنساء، هذه في بغداد من 2011 وجدنا أنها متوقفة بسبب القوانين، ما نقدر نجد لها حل. يعني اليوم احنا الكادر في أمانة بغداد وكادر وزارة التخطيط نتفق أنه المسار بهذا الاتجاه، فنيا يجب أن نمضي بهذا الاتجاه، لكن تأتي القانونيين يقولون هذا لا يجوز لأنه يتعارض مع المادة الفلانية. بالنتيجة وجدت أن كثير من القوانين في الدولة العراقية بحاجة إلى إعادة نظر وترشيق، لأن احنا في مشاكل، احنا مو بوضع طبيعي، العراق مو وضع طبيعي حتى قاعد انت لازم فيته وهاي تصلح وهذه لا تصلح. أكثر ظروفنا وأكثر أوضاعنا هي ظروف طوارئ، بالنتيجة محتاجة إلى حلول سريعة. يعني أريد أقول الوزير قد نحتاج أن يكون مهني، نعم، ولكن الأهم من المهنية يجب أن يكون قائد، والقائد يعني قرار. من لا يستطيع أن يتخذ قرار يجب أن يجلس في بيته، والقرار قد يتحمل ثمنه،
ممكن أنت تحتاج أن تأخذ قرار في مرحلة حرجة، وقد يكون هذا القرار فيه مشكلة قانونية، لكن أنت بصفتك وزير وقائد يجب أن تتخذ هذا القرار. لذلك يتردد البعض أن يأخذ هذا القرار ويفوت فرصة علينا، فرصة حل. فالقائد يساوي قرار، أهم ميزة في الوزير يجب أن يكون قائد. طيب. عندما يكون لديه قرار ويستطيع أن يوجه كوادر الوزارة بعد طمأنتهم، بعد استقرارهم، بعد عدم إثارة الشك والمشاكل بينهم، معالجة المشاكل التي بينهم، يستطيع أن يوجههم نحو تحقيق الأهداف. طيب. لذلك في وزارة التخطيط حاولت أن أوجد انسجام عالي. طيب. وأنا يمكن الوزير الأول اللي رفع أغلب بل كل المدراء العامين والوكلاء للتثبيت. وزارة التخطيط هي الأكثر درجات الخاصة فيها مثبتين، لأنه حبيت أطمئنهم. وزارة التخطيط تقوم على العقل، شغلها عقلي. بالنتيجة إذا ما كان أكو استقرار وطمأنة للموظفين ويشعرون نفسهم مطمئنين وظيفيا، لن يستطيع أن يؤدي أداء عالي. لذلك أول هدف سويته رفعت جميع المدراء العامين دون النظر بالخلفية لا الفكرية ولا الانتماء ولا الولاء ولا الحزبي، رفعتهم إلى التثبيت، لأن شفت الجميع كانوا يستحقون. وأنا من خلال قناتكم أحب أن أحيي جميع كوادر وزارة التخطيط وكوادر الدولة العراقية، رفعتهم إلى التثبيت. بالنتيجة صار عندي كادر مطمئن أنا، وأعطيته مو قلق، وأعطيته صلاحيات وأعطيته مجال. فكان عمل خلال فترة بسيطة واضح جدا عمل وزارة التخطيط. عادل عبد المهدي كان قائدا؟ كان قائدا نعم. يعني من ميزات القائد هو أن يفوض. قد يكون هناك خلاف كثير في يعني من أبناء الشعب العراقي على فترة الدكتور عادل عبد المهدي. أنا لا أتكلم عن الجانب، أتكلم عن الجانب في إدارة المهني. نعم. في إدارة كان يعطي صلاحيات لكل الوزراء، بل يعطي صلاحيات أقدر أعتبرها كبيرة جدا، فوض جميع الوزراء للعمل. فبالنتيجة إن كان هناك فشل فالفريق بالكل يتحمل هذا الفشل، وإن كان هناك شيء يذكر فأيضا يحسب للفريق. طيب، عملية فشل أو نجاح الفريق الوزاري لعادل عبد المهدي السابق، عملية فشلة كان مدبر متعمد حتى أفشل عادل عبد المهدي وفريق الوزاري أمام الأحزاب، ولا الأحزاب هي التي أفشلت عادل عبد المهدي بصراحة؟ يعني أنا ما أريد أدخل في قصة من فعل هذا ومن فعل لم يفعل، لكني أريد أقول 360 يوم غير كافي أن تقيم مرحلة نجاح أو فشل. يعني أنا أتكلم عن 17 سنة، مشاكل كثيرة، خدمات قليلة، هناك يعني خلي أقول النزاهة أصبحت يعني قليلة جدا في الأداء من الموظف الصغير إلى الكبير. يعني حجم مشاكل كبيرة جدا، ما أظن سهل يعني أو يستطيع واحد خلال سنة تقول علي ناجح أو فاشل. قد لم نستطيع أن تقدم هذه الحكومة ما يطمح إليه الشعب العراقي، لكنه أيضا ما نستطيع أن نقول أنها فشلت، لأنه 360 يوم ممكن في الدول المستقرة تصلح أن تكون معيار للتقييم. دول مستقرة والعمل فيها ماشي والكوادر ماخذة أدوارها واضحة، لكن بهذه التجاذبات وهذه الصراعات وأيضا خوف البعض من أن ينجح فلان وقد يؤثر على فرصته اللاحقة في رئاسة الوزراء، كل هذا يدخل في المعادلة. المعادلة العراقية معقدة. لذلك أنا أقول من يقبل أن يتسنم منصب عليه أن يتحمل مسؤولية، وإحنا كحكومة نتحمل مسؤولية كاملة باعتبارنا قبلنا أن نتقدم ولكن لم نعطى الفرصة. يعني ممكن سنتين كان ممكن تقول عليها نجح أو فشل، أو بل أنت تحتاج 4 سنين، ولذلك في الدول المتقدمة ممكن واحد 4 سنين وممكن يجدد له 8 سنين. طيب. يعني 4 سنين الأولى عادة تكون عملية زرع للإنجازات أو المشاريع، تأتي 4 الأخرى يجني ثمارها وتقول علي نجح أو فشل، أما سنة واحدة وتقول نجح أو فشل صعب. جي. دكتور نوري، هل ظلم الفريق الوزاري لعادل عبد المهدي في الفترة الماضية؟
أيضا أنا أقول لا نريد أن ندخل في قصة الظلم أو الاستهداف، لكن يقول لم يأخذ هذا الفريق ما الفرصة. الفرصة أو الوقت الكافي. أظن يعني لو أخذ وقت كافي كان هناك يعني التقييم يكون عادل أكثر. يعني لو نظرنا إلى مسألة الموضوع المشاريع الزراعية اليوم، إحنا يمكن السنة الأولى التي تحقق فيها الاكتفاء الذاتي في مجال الحنطة وإنتاج جيد في الشعير وبعض المحاصيل، بل إنتاج جيد في كثير من المحاصيل الزراعية هي في 2020، هذه ثمار عمل 2019، فكان هناك ثمرات واضحة. أيضا ميناء الفاو في 2019 اشتغلنا ما يعادل 11 سنة بالنسبة لميناء الفاو، من إدراج المشاريع وتصميمها على الأرض. يعني كنا أيضا هناك الاتفاق العراقي الصيني، كان هناك فيه فرصة كبيرة هذا الموضوع. احكي لي شوي على اتفاق العراق الصيني دكتور، شوي ندخل في جزئيات نوعا ما. الأبرز في هذا الاتفاق، لو طبق هذا الاتفاق ولو فعلا استمرت حكومة السيد عادل عبد المهدي في قضية الاتفاق العراقي الصيني، ماذا يكون وجه العراق؟ قبل أن نقول فضل. ماذا يكون الاتفاق العراقي الصيني، في الأساس هو بدأ العمل عليه في زمن حكومة السيد العبادي. فكرة هذا الموضوع هو أن يكون النفط مقابل الأعمار، يحجز 100,000 برميل من إنتاج النفط ويوضع في المصرف، على أنه الصين تضع مبلغ مقابل هذا 15% من إنتاج النفط و 85% من الدولة الصينية، وبالنتيجة تأتي الشركات الصينية المتميزة في الدخول في عملية الإعمار في العراق. احنا لدينا مشكلة، كثير من الشركات تعزف عن الدخول في العراق لوجود مشاكل كثيرة أمنية، لوجود مشاكل في التنفيذ. بالنتيجة الصين دولة قادرة أن تعمل داخل العراق، وأيضا لديها اليوم الإمكانية العالية، ومن يستطيع أن ينكر الصين وإمكانياتها العالية في الإعمار والعمل. لذلك كنا في هذا التوجه وضعنا مشاريع كثيرة جدا في مجال مشاريع التعليم، مشاريع الصحة، مشاريع الطرق، وحتى فكرنا أن تكون هذه المشاريع كلها في مدن، من خلال بناء مدن جديدة، من خلال بناء طرق جديدة، من خلال بناء مشافي، من خلال تطوير ميناء الفاو وإكمال البنى التحتية. فكنا ذاهبين إلى أنه نعمل في مجال سد حاجة العراق من النقص في الخدمات، الماء، الطرق، التربية، التعليم، كل هذه المشاكل كنا في نية التوجه بإنجازها من خلال الاتفاق العراقي الصيني. لكن أيضا لم يتم، وأظن هناك توجه داخل الحكومة، حكومة السيد الكاظمي، من أجل إعادة العمل بهذا الاتفاق. طيب عندنا تفاصيل أخرى أيضا في قضية التنمية والمشاريع الشبابية، وأيضا محبة أهل الجنوب للدكتور نوري الدليمي عندما كان وزيرا ولا زال حقيقة حتى ما بعد الوزارة. هذا سر التواصل مع العشائر الجنوبية في المحافظات الجنوبية، هل بسبب المشاريع أم بسبب الخطط اللي توجهت لهذه المحافظات؟ بعد الفاصل دكتور إن شاء الله. فاصل سادتي ونكمل معكم ما تبقى من هذه الحلقة مع الدكتور نوري صباح الدليمي، فكونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى سادتي الأكارم، والجزء الثاني من بعد المنتصف عبر قناة الرشيد مع الدكتور نوري. دكتور، تفاصيل وزارة التخطيط، الخطط اللي كان بها توجيه للمحافظات الجنوبية، أبرز اللي تحقق وأبرز اللي ما تحقق، وهل الجديد الوزير الحالي يعني كمل خطواتك، كمل ولا نسف كل الخطط اللي بناها الدكتور نوري؟ بالنسبة لاستلامي للوزارة، أنا استلمت بداية 2019، يعني بعد شهرين من بقية الوزراء. في الشهر العاشر تم التصويت على فريق من الوزراء، وفي نهاية 2018 تم التصويت علي وعلى 3 من الوزراء. عندما دخلت إلى وزارة التخطيط بعد أن جلست مع الكوادر في المتقدمة في وزارة التخطيط، أيضا طلبت اجتماع مع المحافظين جميعا. المحافظين عادة هم يكونون في وجه المدفع، هم في احتكاك مباشر مع المواطنين،
فجلست مع المحافظين واتفقنا على آلية العمل، اتفقنا على آلية تعاون. أي مشاكل سابقة، أي تقاطعات حاولت أن أعالجها، وبدأنا اتفقنا معهم، قلت لهم نحن في وزارة التخطيط متعاونين معكم ومتضامنين من أجل إكمال كثير من المشاريع المتلكية. كان هناك 5000 مشروع متوقف بسبب أحداث 2014 وانهيار الأسعار النفط، وأيضا أحداث داعش وما حصل في العراق، توقفت الكثير من المشاريع. لذلك جلسنا مع المحافظين في اجتماعات متواصلة في كيفية العمل في وزارة التخطيط، ولأنها مثل ما قلت يجب أن تنظر بالمشهد بالكامل، أنا جلست مع الكوادر في وزارة التخطيط لنحدد ما هي المشاكل الرئيسية، واتفقت معهم أن نعمل على 3 أو 4 مشاكل في 2019. نعم. يعني احنا امامنا المفروض 4 سنوات، كل سنة نركز على مجموعة من المشاكل. وجدت ان هناك 4 مشاكل كبيرة في العراق. المشكلة الاولى هي البطالة. نعم. وانا كنت اقول البطالة او العاطلين عن العمل قنبلة موقوتة ستنفجر بوجه الدولة، وهذا تقريبا في الشهر الثالث 2019. نعم. بعد البطالة عندنا الاقتصاد الريعي، يعني اليوم احنا فقط نبيع النفط ونصرف، لا يوجد موارد اخرى من مجالات اخرى في بلد مثل العراق. ايضا المشكله الثالثه التي شعرت بها هو الامن الغذائي. احنا اليوم اغلب غذائنا يجي من دول الجوار، وهذه مشكله كبيره. والمشكله الاخرى هي لا توجد هويه جامعه للشعب العراقي. يعني اليوم الشعب العراقي يختلف على كثير، مرحلة ما قبل 2003، مرحلة ما بعد 2003، هناك من يشيد بقبل 2003، هناك من ينتقد بعد 2003، وبالنتيجة هذا القضية موجدة انقسام داخل الشعب العراقي. لذلك فكرت بمشروع الشباب اللي هو بالأساس مصوت عليه في 2017 في البرلمان، اللجنة الاستثمارية أو اللجنة الاقتصادية هي التي صوتت على هذا المشروع. متوقف هذا المشروع في كان في مكتب رئيس الوزراء سيد العبادي، بعدها في مكتب الدكتور عادل عبد المهدي، بعدها التقى بي الشخص اللي هو جزء من هذا المشروع وعرض علي فكرة المشروع، وجدت أن هذا المشروع فيه فرصة كبيرة. تم جلب هذا المشروع من رئاسة الوزراء، وهو أقول أنا قلت الوزير قائد ويجب أن يكون لديه قرار. قد قانونيا هناك من يقول أن هذا المشروع لا يجب أن يأتي إلى وزارة التخطيط. المشروع عذرا على المقاطعة، مشروع تشغيل الشباب. نعم. هو في الأصل قد يعني ممكن أن يكون في الاستثمار، هو في الأساس مشاريع استثمارية، لكنه كوزارة التخطيط أخذنا قرار أن نتبنى تحريك وتفعيل هذا المشروع من أجل معالجة البطالة اللي في صفوف الشباب. لذلك أطلقنا مشروع الشباب. مشروع الشباب أطلقناه في 8 محافظات، وتقريبا أغلبها في محافظات الوسط والجنوب. نعم. بالإضافة إلى نينوى والأنبار. في كل كان هدفنا في هذا المشروع أن نشغل 100,000 شاب في القطاع الخاص في مشاريع تشغيل الشباب، اللي بالأساس كانت عادة هناك قرض أو مبادرة في البنك المركزي، هي مبادرة تريليون، هي مخصصة لهذه المشاريع. هذا أولا. ثانيا فكرنا أن نركز في مشاريع الشباب على الطعام والشراب، على المشاريع الزراعية. ليش؟ احنا عندنا اليوم حجم المدفوعات في الدولة العراقية تجاوز 50 مليار دولار سنويا للموظفين، للمتقاعدين، للرعاية الاجتماعية، فحجم المدفوعات رقم كبير. هذا في الحقيقة ينظر له عادة محنة كبيرة على وحجم ثقيل وكبير على موازنة الدولة العراقية، لكني أنا من خلال هذه المحنة ردت أن أعتبر هذا منحة. اعتبرت هذا الحجم الكبير من المدفوعات هو قدرة شرائية بالأساس. يعني اليوم أنت من 50 مليار سنويا تعطى بشكل رواتب للموظفين والمتقاعدين، إذن هذه قدرة شرائية. ولدينا احصائيات في وزارة التخطيط تقول ان الشعب او الموظف العراقي 90
بالمية من راتب الموظف العراقي ينفق على البضاعة المستوردة. نعم. يعني تخيل 50 مليار، 45 مليار سنويا يطلع من أداة خارج العراق، لأنه تشتري حتى العصائر وحتى الماء وحتى الغذاء يشترى مستورد من الخارج. وأيضا لدينا إحصائية في وزارة التخطيط أن 30 إلى 32 من راتب الموظف العراقي ينفق على الطعام والشراب. يعني أنت عندك اليوم قدرة شرائية ب 15 مليار سنويا تصرف على الطعام والشراب. لذلك ركزنا في مشاريع الشباب على المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني والصناعات التحويلية. بالنتيجة احنا هنا اولا اوجدنا فرص عمل للشباب، نعم. ثانيا اوجدنا امن غذائي من خلال التركيز على المشاريع الزراعية والصناعات التحويلية، وثالثا عظمنا الموارد، ورابعا ركزنا في هذه المشاريع على ان تكون كل محافظة ما هي أفضل جدوى اقتصادية للمشاريع. نأتي إلى البصرة مثلاً. أفضل فيها المشاريع مثل مزارع الطماطم والمزارع الخضر، هي الإنتاج الأعلى والأكثر جدوى اقتصادية في البصرة. طيب. في نينوى لدينا مشاريع أخرى كأن يكون زيت الزيتون وغيره. بالنتيجة لكل محافظة ميزة اقتصادية، فنركز في المحافظة حسب ميزتها الاقتصادية. فاليوم البصرة تجهز بقية المحافظات بمحاصيل الخضر مثلا، والموصل تجهز بقية المحافظات. بالنتيجة راح نلاحظ أنه محافظة تحتاج لمحافظة. فاليوم محافظات الشمال والإقليم بالنسبة لها الوسط والجنوب سوق، ومحافظات الوسط والجنوب بالنسبة لهم الإقليم سوق. فبالنتيجة نوجد غطاء مصلحي يربط الشعب العراقي. اليوم الكليات في المحافظات وخدمة عسكرية ماكو تجانس واختلاط. بالنتيجة اليوم من يصير عندنا عمل وينتقل ابن البصرة يسوق محاصيله وينتقل ابن الموصل يسوق محاصيله للجنوب، بالنتيجة نوجد مصلحة مشتركة. والمصلحة هي أفضل ضمانة لوحدة العراق. طيب. وبالتالي يعني هذا سر قربك من المحافظات الجنوبية صح؟ نعم. أولا يعني فيما يخص القرب هذه لما أنا عندما استسلمت الوزارة، وعادة أي وزير يستلم وزارة يذهب إلى جمهوره أولا يزورهم لأن يفكر بالانتخابات ويفكر كيف يفوز. أنا سألت ما هي أفقر محافظة لدينا في العراق، وجدت أن المثنى هي المحافظة الأفقر في العراق. طيب. نسبة الفقر عالية جدا فيها، لذلك اتفقت مع كوادر وزارة التخطيط أول محافظة نروح نزورها المثنى. بعدها من هي المحافظة اللي بعدها؟ الديوانية، فذهبنا إلى الديوانية. بالنتيجة حاولت أن أزور المحافظات وفق حاجتها، مو وفق قربها من عندي أو هل هي تمثل جمهور الانتخابي أو لا، قدر ما هل هي محتاجة أو لا. لذلك عندما زرت محافظة المثنى ذكروا لي أنهم لا يوجد منهم وزير وهم المحافظة الأفقر وما حد يهتم بيهم. قلت لهم أنا وزيركم في محافظة في الكابينة الوزارية. كان هدفك سياسي انتخابي ولا يعني مهني؟ ما عندي ترشيح في المثنى ولا يوجد هدف سياسي، وهي أيضا مثل ما ذكروا المحافظة والكوادر قالوا أنه الكثير لا يهتم بمحافظة المثنى لأن تعرف مرات المحافظات المنتجة للنفط غيره، لكن هذه المحافظة هي الأفقر فركزنا الاهتمام بها. وأنا كنت وأنا أزور المحافظات بعد أن نزور الكوادر. أولا أنا ما كنت أذهب وحدي. ليش ما أذهب وحدي؟ أخذ الكادر الوزاري معي. ليش أخذ الكادر الوزاري؟ لأنه هذا نجاح مو نجاح وزير وحده، نجاح الكادر الوزاري. بالنتيجة من ضمن روح الفريق في العمل هو أن يكون الكادر وياك مشارك نجاحا أو فشلا. طيب. لذلك اشترك معي الكادر المتقدم في الزيارات، ذهبنا سوية لزيارات المحافظات، وقفنا على المشاكل سوية. طيب. حددناها. فبالنتيجة كنا نحاول أن نزور المحافظات ونقف على المشاكل. طيب. بنفسنا نشوفها. ومن ضمن البرنامج في الزيارات كنا نزور أحد مضايف العشائر. ليش حقيقة نزور؟ حتى نعطي حصة مجتمعية، نكون قريبين من المجتمع، نتواصل معهم، نسمع منهم، لأن هناك فصل بين السياسيين والمجتمع وفصل كبير.
وانعدمت الثقة طيب. بين المواطن والحكومة. بالنتيجة عندما تصل إلى المضيف وتجلس مع المواطنين تسمع لمشاكلهم تحاول أن تحلها يكون هناك نوع من تعزيز لهذه الثقة أكيد. وهذا كنا مستحضرينه خلال زياراتنا وخلال دكتور لماذا تم اختياركم في اللجنة التحقيقية الخاصة بأحداث تشرين في الناصرية ولماذا سكتتم عن نتائج التحقيق؟ لماذا تم اختيارنا؟ أكيد رئيس الوزراء له رأي، ممكن يعني كان له رؤية في هذا، فعندما تم عرض الموضوع علي في الحقيقة أنا لم أتردد، ولكني سألت دولة رئيس هل ترى أن من المناسب أكون أنا وزير مدني رئيس للجنة التحقيق في مشاكل أمنية؟ فقال نعم، فتحملت المسؤولية. وأنا أقول المسؤول مو بس اللي يتنعم بمغانم المنصب من مكاسب، يجب أن يتحمل أيضا مغارم. هناك مغانم وهناك مغارم. طيب. أنت تكون وزير ما تختار اللي يعجبك وما يعجبك. إذا هناك مهمة يجب أن تتصدى لها، يجب أن تتصدى لها من أجل حماية أرواح الناس ومن أجل أن تقدم ما عليك من مسؤولية. لذلك طيب. تحملت مسؤولية اللجنة، أعطيت التزام أنه خلال 10 أيام تظهر النتائج. ولذلك إحنا لجنة تقصي للحقائق وجمع لها. خلال 10 أيام تم تشكيل لجان فرعية ذهبت لكل المحافظات اللي حصل فيها مشاكل، جمعنا أغلب الأدلة اللي موجودة قبل أن تختفي. فعلا يوم 11 احنا كملنا وأعلننا عن نتائج. لدينا تقرير من 600,000 صفحة مع أقراص للأحداث، تم تسليم كل هذا إلى مجلس القضاء الأعلى بكتاب رسمي على أن يأخذ مجلس القضاء الأعلى دورة في التحقيق في هذه المشاكل. لذلك يمكن أنا أظن أول لجنة يتم تشكيلها وتظهر بنتائج مو 10 أيام، خلال اليوم 11 احنا أعلننا. وكان هناك تقريبا نقول خلاصة لهذا التقرير من 14 صفحة تم أعلانها في الإعلام، واليوم الملفات موجودة في مجلس القضاء الأعلى ويجب أن يستمر في التحقيق فيها. ضمن زيارتك للمحافظة ببداية اللجنة دكتور، كانت اكو هتافات ضد الحكومه وضد وجودك حتى، لكنك التزمت الصمت وكسبت، يعني هل كسبت ود الشارع في محافظه ذي قار؟ رئيس الوزراء شكل لجان من الوزراء يزورون المحافظات، فكانت محافظه ذي قار هي المحافظه الساخنه، فكنت انا ووزير اخر مفروض نروح نزور هذه المحافظه، اعتذر الوزير الاخر وذهبت لوحدي مع نواب المحافظة. صح. نواب المحافظة تعرف يعني عادة المجتمع ناقم والمجتمع العراقي حقه. يعني 17 سنة ما تكفي أنه تنحل مشاكله وما انحلت المشاكل. فرحنا للمحافظة، أكيد أنا عارف أنه راح نجد جمهور غاضب. فعلا دخلنا قاعة يمكن فيها أكثر من 150 جالسين والباقين واقفين، أنا وياي الكادر حماية الشخصية، وأكيد كان يريد يصيرون قريبين، قلت لهم يعني خليكم بعيدين احنا. فكان كل واحد يحاول يتكلم من نواب المحافظة يقومون علي المتظاهرين يسكتوا واسكتوا، لأن تعرف زعلانين. وصلت سرى إلى أنه أتحدث أني، كانت هناك كلمة لأحدهم أظن إلى الآن أذكر اسمه أبو أكثر. نعم. فشايل ورقة وتهجم على الحكومة وتكلم كلام كبير، أنا كان قريب من عندي وأستمع له بهدوء إلى أن خلص. أخذت من عنده الطلبات، تشكرت منه وقلت لهم أن لصاحب الحق مقالة. طيب. وهم أصحاب حق. الناصرية. أي الناصرية وجميع الشعب العراقي. لذلك استمعت لهم بهدوء، يعني كانوا يحاولون من يتكلمون وياي يعني يجرني احدهم الحماية يحاولون يمنعوا، قلت لهم لا اتركوا. من زعجت من هذا التصرف، هذا التجاوز اللي صار؟ ابدا مطلقة. شعرت نفسي واحد منهم، لذلك يجرني هذا منا. خلال هذا اللقاء جاء الشخص اللي احييه دكتور اسماعيل، عرض مشروع الشباب وقال لي هناك مشروع للشباب ونايم في ادراج المكاتب، فممكن تشوف النيا وهاي تشوف الشباب اللي كلهم واقفين. فقلت له اعطي رقمك للمكتب، فهو ابتسم قال يعني اكو امل
ترسل علينا، قلت له خلينا نجرب نشوف هو نعم. داخل هاي الهواء هو يعتقد مغذي. اي خلاص. فعلا انا رجعت، كان يوم يمكن ما اعرف اثنين، انا الخميس ارسلت علي، جلست وياه استمعت منه. الاحد جاء بكتاب من مجلس الوزراء، خلال اسبوع انجزنا الامور الاداريه وبلشنا مشروع شباب. لذلك شباب ذي قار والناصريه بعد ما شافوا انه يعني ضغطوا علي، يعني حاولوا شافوا اني ما انزعجت من طلعت برا وخلصنا، جو علي يعتذرون احنا مو انت مو مقصود، واحنا لكنه جماعتنا غيره، وتفضل يمنع الغداء وهاي. قلت لهم لا خلاص انتم محقين وما سويتوا شيء خطا، وخروجكم اصلا انا اعتبر خروج تشرين واللي احنا جزء من ضحاياه هو عمليه تصحيح للعمليه السياسيه. لم تمر العمليه السياسيه بضغط حقيقي حرف بعض توجهاتها الا تشرين. تشرين كان لها الفضل، اي نعم كان لها الفضل ان تولد ضغط على المنظومه السياسيه، بحيث يعني حكومه استقالت، انتخابات مبكره، نعم لم تحقق جميع الاهداف ولكنها استطاعت ان تولد ضغط، وصلت رساله حقيقيه للمنظومه السياسيه، اما ان يتم الاعتدال في المسير او يحصل شيء لا يحمد عقبه. اهل الناصريه اصحاب حق مو استاذ نوري؟ وكل الشعب العراقي. خلينا بزاويه الناصريه، شو اللي شفت بالناصريه عندما كنت رئيسا للجنه تقص الحقائق؟ شو اللي شفت؟ شو يريد هذا المواطن البسيط اللي راح اخوه واللي راح ابوه واللي انت كنت حقيقه ملتزم ايضا اصلا لساعات طويله في قضيه التحقيقات اللي صارت في وجودك في الناصريه؟ والله شيء مؤلم. مؤلم. ايوه. وأنا مع المحافظ بالسيارة وأشوف التراب والطرق فقلت له يعني زين لحد الآن بس طالعين متظاهرين. زين. شيء مؤلم يعني، نقص في الخدمات كبير، كأنه مو تقول هذه يعني دولة النفط ودولة الخيرات، نقص كبير جدا. يعني والمحافظ كان جنبي وقلت له يعني رئيس وزراء من ذي قار يعني كان مو نريد نعطيها أكثر من حقها، بس كانت تستحق أفضل من ذلك. طيب دكتور، كيف تقيم قبل الذهاب إلى بعض الجزئيات في المحاور السياسية، كيف تقيمون الفريق الوزاري الحالي لحكومة الكاظمي؟ هل استمر على الخطط اللي وضعتوها في الفريق الوزاري السابق؟ لو عندكم فد رؤية خاصة أيضا تختلف تماما عن منهاجكم السابق عن الحالي؟ يعني بالعموم أظن الأمور ماشية وفق ما بدأت فيه وزارة الدكتور عادل عبد المهدي أظن في المجمل، لكنه أكيد لكل وزير رؤيته، بالإضافة إلى الفترة القصيرة لهذه الحكومة. احنا أيضا لا نريد أن نظلم هذه الحكومة، هي فترة قصيرة، هي المفروض حكومة عبور للمحنة. في الأساس جاءت هذه الحكومة بعد استقالة لحكومة سابقة، بالنتيجة هي جاية من أجل أن تحقق هيبة الدولة، تحقق انتخابات نزيهة، تحقق انتخابات أيضا مبكرة. لذلك الظرف أيضا ما أظن سمح لها، والوقت أيضا ما سمح. يعني أنت اليوم تريد تؤسس بيت إلك يعني وتبني بيت شخصي تحتاج وقت، فكيف على مستوى العراق؟ فالوقت مهم جدا. ابتداء أول ما يجي الفريق الوزاري بالبداية يحتاجون على الأقل ينسجمون، فيعني سنة واحدة سنة ونص يعني لا تحقق الكثير حتى يستطيع واحد أن يعمل، لكنه إن شاء الله هم جادين وأظن يعني يحاولون يقدمون، لكن ما أعرف الوقت يسعفهم أو لا. أيضا أسعار النفط، أيضا المظاهرات، وأيضا الشعب العراقي بعد ما يقدر ينتظر أكثر، ما يقدر يعذر أكثر، لأنه 17 سنة 18 شقد ينطي فرصة بعد. تقييمك يعني بصراحة دكتور، شوي خلينا ندخل في المحور السياسي. وراء 2003 برزت شخصيات تابعة لأحزاب معينة، الحزب الإسلامي كان له الدور الكبير في قضية التمثيل النيابي، في التمثيل الشعبي، في قضية الوزارات وغيرها. لكن بالسنوات يعني الأربعة أو الست الماضية يعني لاحظنا أكو تراجع ملحوظ على المستوى النيابي، على مستوى بوصلة الحزب الإسلامي في جمع المختلفين في قضية في الشخصيات السنية.
ابتعاد الحزب الإسلامي عن المشهد النيابي أو السياسي في تحت مظلة السنة، هل هو السبب في تشظي الفرقاء؟ يعني ابتداء لمن يتصدى بعد 2003 هو مو مغنم، هي مرحلة مؤذية للشخص ومؤذية لأي فريق. اليوم أغلب الأحزاب نقم عليها الشعب العراقي. نعم. أيضا احنا انتقلنا من حكم يعني مركزي شديد إلى ديمقراطية شديدة أيضا نقول. بالنتيجة هذا التحول السريع من هذا الاتجاه إلى هذا الاتجاه سبب إرباك، هذا أولا. ثانيا أيضا الأحزاب عموما الإسلامية والغير إسلامية في العراق وفي المنطقة العربية يرى وينظر أنه هو مطالب أن يفرض فكرته على الناس سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. البعث من كان موجود مفكر أن يفرض فكرته، جاءت الأحزاب الإسلامية تفكر أن تفرض فكرته، وهذا خطأ كبير. الفكرة هي حق الفريق الحزبي حصرا، أنت كانت فكرة إسلامية أو غير إسلامية، وحق المجتمع شنو هو؟ العيش الكريم. لذلك بذلت جهود الأحزاب، بذلت جهودها شلون تحاول تهيمن، وانشغلت أنها تحاول أن تقدم خدمات. لذلك بدأت تتراجع كثير من الأحزاب. أيضا لا توجد، لا تملك تجربة، كثير من الأحزاب العراقية لا تملك تجربة، تجربة المعارضة شكل والحكم شكل آخر. لذلك كثير من الأحزاب لا زالت تتصرف وكأنها في المعارضة. بالنتيجة هذه الفوضى في الرؤية، وهذه الفوضى في التفاهم، وهذه الفوضى في العمل، كل أنتج تراجع لأغلب الأحزاب. لذلك الشعب العراقي والشباب اللي ظهروا ما بعد 2003، اليوم الشاب اللي ولد بعد 2003 اليوم عمره 20 سنة أو 19 سنة. نعم. تقريبا 18 سنة. بالنتيجة هذا ما راضي على كل هذه الأوضاع، ما له علاقة الدولة الماضية زينة لو مو زينة، ما له علاقة هاي الدولة إسلامية لو مو إسلامية، هو يريد خدمات فأصبح ناقم. لذلك أغلب الأحزاب تتراجع لأنها لم تستطع أن تقدم شيء. نعم. قد تكون بذلت جهودها، قد تكون حاولت لكنها لم تقدم. بالنتيجة أنا أرى صعب جدا اليوم العالم في الغرب 4 سنين 8 حتى لو ينجح 100%، 8 سنين ويخرج، لأن يعني بطبيعة الإنسان ما يتحمل واحد فترة طويلة يحكم، وأيضا الحاكم عندما يطول فترة حكمه يتحول إلى دكتاتور. فالدراسات الاجتماعية تعطي مجال 8 سنين لأفضل شخص نجح، فكيف إذا ما نجح؟ فمنطقيا هذا عملية التغيير، الناس تحب تغير. طيب. بطبيعتها تحب تغير، فكيف إذا الموجودين لم يقدموا شيء؟ فمنطقيا الناس فتراجعت. طيب. كثير من الأحزاب، واليوم حتى أنا أرى أن فرصة المستقل أو الجديد في الانتخابات هذه ستكون كبيرة لو كانت الانتخابات نزيهة. لو كانت نزيهة. لو كانت. ليش؟ لأن الشعب العراقي يريد وجوه جديدة. جرب الحزب الإسلامي، جرب الأحزاب الأخرى، يجرب فترة، جرب الصحوة، جرب القائمة العراقية، جرب. فبالنتيجة يحتاج إلى وجوه جديدة. طيب. يحتاج إلى مشاريع جديدة. فعلى الحزب الإسلامي أو غيره أن يتكيف مع الأوضاع الجديدة ويخرج بوجوه جديدة وبتوجهات جديدة حتى يتناسب ويتناغم مع حاجة المجتمع. الحديث يجري عن تغييرات وزارية قادمة، هل سيكون من الشخصيات المتصدية في التكليف الجديد الدكتور نوري صباح الدليمي؟ راح تكون قادر؟ عندك هذا المزاج وهذا القبول إذا ما كلفك السيد الكاظمي بمهمة جديدة؟ يعني ما أعرف إذا أكون هناك تغييرات. يعني إحنا أمامنا اليوم، إحنا في الشهر الرابع، يعني بقت 6 أشهر. ما أعرف إذا فعلا ممكن أو أكو فرصة لمثل هكذا تغييرات. يعني أي وزير مظلوم يأتي 4 أشهر أو 5 أشهر ويتحمل، فما أعرف. أنا لم أسمع أن هناك تغييرات، ولا أرى أن هناك فرصة في 6 أشهر يستطيع أحد أن يقدم شيء، لكنه قد يكون وزير اشتغل وعنده تصور ويقدر، لكنه 4 أشهر غير كافية حتى مستعد لأي مهمة؟ أبو أكيد أي مهمة. وأنا مرشح من ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة الوقف السني، وأي تكليف يصدر أنا مستعد أن أقدم، وأحاول أن أجتهد أن أقدم اللي أقدر عليه، وعلى الأقل فيما يخص
النزاهة فيما يخص الجدية في العمل. طيب. والتوفيق من الله. طيب. بأقل من دقيقة، هواياتك بعيدا عن السياسة، هواياتك دكتور نوري في القراءة. أي جانب؟ أنا أحاول أقرأ الكثير يعني، بالإضافة في أي جانب من القراءة؟ في مجال الإدارة والقيادة، التنمية يعني في مجالات الإدارة والقيادة، أيضا الرياضة، رياضة المشي يعني. أحاول أيضا أحاول أخذ كل فترة وقت يعني ساعة أكون وحدي، أراجع ما مضى، شنه المطلوب الآن، شنه اللي نقدر نسويه على المستقبل. شكرا جزيلا دكتور نور صباح الدليمي، نورتنا الوزير التخطيط السابق، وحقيقة مر الوقت معك سريعا. شكرا جزيلا، بارك الله بك. لنا لقاءات أخرى بإذن الله عبر قناة الرشيد. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا، بارك الله بك. شكرا لكم سادتي الكرام، تقبلوا مني أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.